أساور البقلاوة بالنوتيلا، ميكس لذيذ كتير ما بين البقلاوة المقرمشة والنوتيلا الدايبة دوب. شوفوا هاللون وهالشكل المبهر اللي رح نحصل عليه بتحضير هالحلوة البسيطة. حتكون مقرمشة كتير وحشوتها دايبة وبتشهي. رح أحضر صينيتي بالبداية، بفضل دائما استخدام صواني الألمنيوم للحلويات ويكون من النوع التقيل. دهنتها بمعلقة كبيرة من السمنة بهالشكل ورح أتركها على جنب. أما بالنسبة للعجين اللي رح استخدمها بوصفتي هي عجين الفيلو. عجين الفيلو هي بتكون خاصة للحلويات، فبتكون ورقتها كتير رقيقة، ممكن نستبدلها بعجينة الكولاج المتوفرة بالأسواق. هاي العجين بتكون مجمدة، لازم نطولها من الفريزر قبل بيوم ونحطها بالثلاجة نتركها تدوب على راحتها حتى ما تتكسر ولا تتشقق معي لما بدوبها. حجم الورقة بيكون كتير كبير، أنا رح أقطعها لجزئين، وضروري جدا نضلنا مغطيين كل العجين طول فترة العمل لأنها كتير حساسة وبتنشف بسرعة. أنا هذا الحجم اللي بدي إياه، هون رح أدهنها بمعلقة كبيرة من السمنة. بوزع السمنة بفرشاية المطبخ كتير منيح على الورقة، ما تكتروا كتير حتى ما تتمزع معاكم. مجرد إنه نغطي الورقة بالسمنة بتكون كافي. رح أستخدم سيخ خشبي وأبدأ ألف الطرف العجين على السيخ، بس ما تشدوها كتير حتى تطلع معانا السيخ من العجين بسهولة. هون بمسك الطرفين وبضغطهم للوسط، يعني بزم قطعة العجين بهالشكل. هلأ رح أسحب السيخ وأطلعه من العجين. تركت حفة على الطرف زي ما شايفين، مقدار تقريبا 3 سنتيمتر، وهاي الحفة رح تكون القاعدة، يعني رح ألف الطرف اللي زميته وأترك الحفة هاي بالوسط كقاعدة للقطعة. هيك صارت الإسوارة الأولى جاهزة. مباشرة على الصينية اللي دهناها بالسمنة، ورح أخلي الأطراف على طرف الصينية حتى ما تفلت معي بالفرن. اكتفيت بهذا المقدار، ورح أدهن الحبات كمان من برا بالسمنة حتى تاخذ قرمشة كتير لطيفة وتعطيها لون حلو. أساس الحلويات هاي السمنة، بس لو ما توفرت بنقدر نستخدم الزبدة بدلها. رح أخبزها مباشرة بفرن محمى مسبقا على الرف الأوسط، درجة الحرارة 180، تحتاج تقريبا 10 دقائق لتصير ذهبية من تحت، وبعدين بحمرها من فوق للدرجة اللي أنا بحبها. مباشرة أول ما أطلعها من الفرن رح أدهنها بقطر متوسط السماكة كوب لكوب، يعني كوب سكر مع كوب مي، بنغليهم لمدة 10 دقائق على نار هادية، وهيك بصير القطر عندي جاهز. وهي سخنة كمان قبل ما أحركها من الصينية رح أحط بكل قطعة تقريبا معلقة صغيرة من النوتيلا. زينت فوق النوتيلا بحبات الفستق الحلبي وتركتها تبرد وقدمتها مباشرة. قطرها خفيف لأنه دهنتها بفرشاية ما سقيتها تسقاية، كمان سمنتها خفيفة، هشة كتير ولذيذة جدا. والحشوة إحنا بنتحكم بكميتها، وجربوها وإن شاء الله تعجبكم، وألف صحة وعافية.